بعد صراع 10 سنين مين هو فخر العرب؟ الوطن العربي كله قعد أكتر من 10 سنين في نقاش وجدال وخناقة كبيرة جداً على لقب فخر العرب، اللقب اللي كل لاعب في الوطن العربي بيحلم إن الجمهور ينادي بيه. وكان السباق منحصر بين اثنين، محمد صلاح ورياض محرز. وإحنا بقى النهاردة جايين نحسم الصراع ده بعد 10 سنين عدوا على وجود الاثنين في الدوريات الأوروبية. فانزل اعمل لايك واشترك في القناة وهات لك كوباية الشاي بالخمسينة وسقط لي فيها عودين النعناع، ويا ريت لو معاها شوية بسكوت عشان تسعسع، وما تنساش تخلي الجرس يرن. ويلا بينا. في يوم 21 فبراير سنة 1991 في مدينة سارسيل في فرنسا اتولد الطفل رياض كريم محرز. رياض كان أبوه راجل جزائري وأمه فرنسية من أصول جزائرية، ومن كتر حب رياض في والده كان بيقضي أغلب أجازته مع أهله وعيلته في الجزائر، لحد ما تم رياض 15 سنة ويجيله خبر وفاة والده بأزمة قلبية، وهنا اتغيرت حياة محرز تماماً. ورياض بدايته مع الكورة ما كانتش أقوى بداية نهائياً، فهو بدأ في نفس المدينة اللي اتولد فيها من موسم 2004 لحد سنة 2009 عشان تبدأ مسيرة رياض محرز مع الكورة في نادي لوهافر في موسم 2011، ويقدر في 70 مباراة انه يسجل 10 اهداف ويصنع 12. والارقام دي يعتبر ارقام مش كبيرة تماما، لكن كان في عين تانية في حتة تانية بتبص على رياض محرز عشان تنقله نقلة تانية خالص. ويجي موسم 2019 ويتنقل رياض محرز نادي ليستر سيتي اللي بيلعب في دوري تشامبيونشيب في انجلترا، نادي ملوش اي انجازات وملوش اي طموحات تماما، لكن في يوم وليله وفي ظرف موسم واحد يقدر رياض محرز انه يحقق معجزه محدش كان ممكن يتخيلها في الكون كله، معجزه ليستر سيتي، وهي انه يفوز بالدوري الانجليزي في موسم 2016 بعد ما كون ثنائيه خطيره جدا مع المهاجم الانجليزي جيمي فاردي. ويجي موسم 2018 ويتنقل رياض محرز لنادي مانشستر سيتي ويقدم اداء ممتاز جدا، ولكنه ما كانش عمود من اعمده الفريق الاساسيه، وده اللي خلاه في موسم 2023 يتنقل لنادي اهلي جده السعودي، وده وهو لسه في سن 33 سنة. أما عن بطولات محرز فحدث ولا حرج، رياض محرز خد بطولة الدوري الإنجليزي 5 مرات، 4 منهم مع نادي مانشستر سيتي، وقدر كمان إنه يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 23، وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وبطولة كأس السوبر الإنجليزي مرتين، ده غير إنه هو فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2016 لما كان مع نادي ليستر سيتي، وفوق كل ده يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا موسمين 2015 و2016، بأنه قدر يكسب لمنتخب بلده بطولة كأس الأمم الأفريقية اللي اتنظمت في مصر سنة 2019. ورياض محرز يعتبر واحد من أهم وأكبر اللعيبة اللي جات في تاريخ الجزائر كله. وقبل ما أتكلم معاك بقى على مميزات رياض محرز جوه الملعب وتأثيره الكبير على الشكل الخططي لأي مدير فني، هنتكلم عن محمد صلاح. بس خلينا نكون متفقين على حاجة، إن احنا هنتكلم عن اللعيبة دي جوه الملعب بس مش برا الملعب. فانزل كده اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس واكتب لي كومنت تقول لي مين فيهم احسن، وتعالى نكمل الحلقة. يوم 15 يونيو في مركز باسيون سنة 1992 اتولد ابن نجريج البار محمد صلاح حامد محروس غالي، واللي اتولد في قرية من الفلاحين جوه جمهورية مصر العربية. والحقيقة ان هو ما كانش عنده من الحظ اللي يخليه يقدر يروح جامعة كبيرة، وهنا قرر ان هو يبدا مسيرته مع الحياه في ان هو يقدم في معهد لاسلكي بسبب الظروف الماديه الصعبه اللي هو كان عايش فيها. وكمان كان في سبب مهم جدا خلى محمد صلاح يسيبه خالص من الجامعه والثانويه والتعليم بشكل عام، وهو حبه وعشقه للكوره. وتيجي سنه 2004 ويبدا محمد صلاح مسيرته مع الكوره في اتحاد باسيون، وبعد سنه واحده بس يلعب في نادي اسمه عثمانون طنطا، وده نادي صغير كده ليه علاقه بالمقاولين العرب والمهندس الاشهر عثمان احمد عثمان. وفعلا مع سنة 2006 محمد صلاح يلعب في مراحل الناشئين في نادي المقاولين العرب، وعلى مدار 4 سنين يقدم أداءات ممتازة جدا ويترشح أنه يلعب في الفريق الأول من المقاولين. ومع بداية موسم 2010 يظهر محمد صلاح مع نادي المقاولين العرب ويكسر الدنيا ويخطف أنظار كل الفرق حتى النادي الأهلي والزمالك، وده اللي خلى نادي الزمالك المصري في وقت من الأوقات يتقدم بعرض لمحمد صلاح، لكن رئيس النادي وقتها ممدوح عباس يقول إنه لعيب دون المستوى ولا يليق أن يلعب لنادي الزمالك. وهنا هتيجي السنة اللي غيرت حياة محمد صلاح تماما، وهي سنة 2012، ودي السنة اللي وصل فاكس رسمي من نادي بازل السويسري لنادي المقاولين العرب عشان يتعاقدوا مع النجم الصاعد محمد صلاح. وفعلا سنة 2012 يطلع محمد صلاح على نادي بازل، وفي ظرف سنتين بس جوزيه مورينيو قرر انه يخطف محمد صلاح ويجيبه على نادي تشيلسي وانجلترا، ولكنه بعد 6 شهور بس يفضل حبيس الدكه. وتيجي سنه 2015 ويطلع محمد صلاح اعاره لنادي فيورنتينا في الدوري الايطالي، وبعدها ب6 شهور بس
ينتقل لنادي روما كبيع نهائي، ومنها يطلع على نادي ليفربول، والباقي تاريخ انت عارفه كويس جدا. على مستوى الجوائز الجماعية، فهو قدر ان هو يفوز ببطولة الدوري في سنة 2020 مع نادي ليفربول، وكمان قدر ان هو يفوز ببطولة دوري ابطال اوروبا في موسم 2019. خد عندك كمان بطولة FA Cup، على كمان شوية بطولات مع نادي بازل السويسري. لكن الحقيقة ان محمد صلاح ما كانش ليه انجاز مع منتخب بلده غير انه قدر يصعد منتخب مصر لكاس العالم بعد غياب 28 سنه. وعلى مستوى الجوائز الفرديه، فمحمد صلاح قدر يفوز بجائزه هداف الدوري الانجليزي 4 مرات، وجائزه بوشكاش كافضل هدف في سنه 2018. غير ده كمان قدر يفوز بجائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي 2، وضيف على ده كمان لاعب الموسم من انجلترا في سنه 2018. انجازات كتير جدا قدر يعملها محمد صلاح وبيعملها لحد دلوقتي، انه لسه عايش في اوروبا وبيلعب في اكبر دوري في العالم. اما على مستوى الاهداف، فمحمد صلاح قدر ان هو في كل البطولات على بعضها يسجل 286 هدف لحد تسجيل الحلقه، ويصنع 140 هدف، ولسه الارقام في استمرار وزياده. لكن بقى نسال السؤال المهم، هو محمد صلاح احسن ولا رياض محرز؟ هل اللي حقق بطوله مع منتخب بلده احسن ويستاهل لقب فخر العرب، ولا اللي رفع اسم بلده وحقق كل الانجازات والجوائز الفرديه في اوروبا احسن ويستاهل لقب فخر العرب؟ تعال نتكلم كفنيين ونقول ميزه رياض محرز وميزه محمد صلاح. محرز عنده ميزه مهمه جدا، وهي انه اكتر مهاره بالكوره ومراوغاته الناجحه اعلى بكتير من محمد صلاح. على مستوى جوده الفينش والتسجيل، فمحمد صلاح اعلى من رياض محرز، واللي قدر يسجل 174 هدف ويصنع 116 في تاريخه كله. يمكن فرق المباريات ما بينهم هما الاثنين مش كبير، لكن محمد صلاح يتفوق في الحته دي. اما بقى على ناحيه السرعه، فدي محسومه بصراحه. محمد صلاح مش بس بيجري، ده ما شاء الله عليه سريع لدرجه ان احنا شاكين انه مركب موتور 8 سلندر في رجليه الشمال. محمد صلاح بطولاته اللي جابها مع نادي ليفربول قدر ان هو يحققها بصعوبة شديدة جدا، لانه كان دايما مع الطرف الاضعف امام نادي مانشستر سيتي، واللي ما كانش بيتأثر لما بيغيب عنه رياض محرز. على عكس محمد صلاح اللي كان غيابه مؤثر جدا، ولو كانت صاب كانت الدنيا في مدينة ليفربول تقوم وما تقعدش. على مستوى الارقام الفردية، فمحمد صلاح قدر ان هو يفوز بلقب هداف الدوري الانجليزي 4 مواسم، على عكس محرز اللي ما حققش اللقب ده ولا مره. حتى على مستوى جائزه افضل لاعب في الموسم، فمحمد صلاح قدر يحققها 2، على عكس محرز اللي قدر ان هو يحقق الجائزه دي مره واحده بس، واللي هي معجزه ليستر سيتي. كل الارقام والانجازات دي تخلينا نعرف نختار اكتر مين هو افضل لاعب ومين هو فخر العرب. فانت قولي في الكومنتات من وجهه نظرك مين فيهم يستحق لقب فخر العرب، وهل في لعيب تاني يستحق اللقب ده غيرهم؟ لا، ده انا مستني منك، ومستنيك كمان تعمل لي لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الحكايات. واستناني، راجع لك تاني. سلام.